طيب يا جماعة الخير، أنا الصراحة ما أدري إذا بيكون مقطع يوتيوب أو لا، حتى بدأت لكم كده على طول، فيعني أنا مرة نعسان وما أدري إيش بيصير، ولو كان مقطع يوتيوب ممكن يكون دقيقتين بس، ممكن يكون 8 دقائق، ما أدري كيف، بس يعني على العموم ما أدري شخصيتنا الجديدة وصلت. بقول لكم دحين خططي، أنا البيتي حقي 73، فلو سحبت 10 بيجي 5 ستار، عارفين؟ فعشان كده يعني الوضع شويتين مشكوك فيه. بس قبل لا نبدا، لا تنسوا تشيكوا على ماي جنشن ستور اذا مهتمين بمنتجات وخدمات لجنشن امباكت، واذا بدكم تشتروا حسابات برخص التراب الرابط في الديسكربشن، ولا تنسوا تستخدموا كود خصمي كود هاني عشان تجيكم خصومات. يلا نبدا بالمقطع، خلوني العب بيها لانه ما عندي حسابات اسحب فيها، والايفنت يعني بيكون او مو الايفنت يعني المقطع بيكون مره قصير لو ما سحبت، او معليش لو ما لعبت فيها. خلينا نلعب بيها ونتكلم عنها شويتين. انا عن نفسي اشوف انه ما هي الشخصية اللي تخليني استغني عن لوتشا، يعني الصراحة لو جبتها يعني بعد ما العب فيها دحين واقرر، لو في النهاية جبتها يعني برضو ما راح استغني عن اني بجيب لوتشا. اكتر شيء يخليني بجيبها انها حرفيا شخصية هيلر، وفي نفس الوقت تعتبر شويتين شخصية هارموني. زعلني انه الانرجي حقها اللي تعطي بالتها مو مرة كتير، بس لا بس اضافة جميلة. الشيء الحلو انه الاتاك اللي تعطيه مرة كتير، 40% اتاك بالتها، هذا الشيء يعني اكتر شيء يخليني ابغى لتيم الدي او تي، تيم كافكا واللي معاها، لانه كلهم سكيلينج اتاك، فعشان كذا هذا يخليني اجيبها. ليه؟ طب انا خوفتهم يا اخي بالتكنيك، ادري انهم قتلوها، بس يلا. عموما التا ما هي الالتا حرفيا، بس التا بس يرفع انرجي ويعطي. ايش هذا؟ بسم الله، ايش بدايتك؟ ايش في شخصيتين تكلم؟ ايش ايش هذا؟ اول مره اشوفها اسمع صوتها، مره كيوت. يا الله يا ليل. طيب هي لها تهيل 3 شخصيات، الشخصية الأساسية اللي على اليمين وعلى اليسار، يعني كأنه شوكيس، بس شكلي ما حصل شوكيس عنها، عشان كذا قاعد أشرح شويتين للناس اللي مهتمين. يعني لولو مو حلوة؟ ليه مو حلوة؟ تنفع مع تيم كافكا وتهيل مع الوقت، يعني يا أخي مرة كيوت يا ليل. ايش وضع ذا؟ لا يتكلم يا اخي، يا الله، وهي خايفه من الدا يا عمي. ايش ذا بالاصداء؟ بس يعني التها يعني للاسف ما يعطي ذاك ال انرجي العالي، يعطي انرجي لا باس لا باس به، يتهيل مع الوقت لما تستخدم السكيل حقها بالتالنت حقها، فهذه اضافه جميله. بس المصيبه هي انه يعني الشخصيات الفور ستار للأمانة مرة سيئين اللي معاها، مو شيء يحمسك انك تسحب للبانر ده. المصيبة انا لو سكبتها بسكب كمان ارجنتيني وهانيا، لانه انا على البيتي وما ابغى ارجنتيني، وهانيا شخصية فور ستار، فيعني ما ادري ايش اسوي. والمصيبة لو جاتني ممكن اسحب لبانر الاسلحة حقها، لان سلاحها برضو كويس نوعا ما، لان سلاحها يعطيها انرجي شويتين، وكمان لما تهيل او اي شخصية تستخدم الالت راح تعطيهم اتش بي، واي شخصية تتهيل منها راح تعطي اتاك زيادة، فسلاحها ما شاء الله كويس من ناحية سبورت. اعطوني دقيقة بس افكر فيها واقرر. لازم سميتك ما ابغى ارجنتيني يا امنا، مو عشان نفس اسمي. اذا بعصت ايش بسوي؟ هذه هي المصيبة، ما ادري اذا بكمل، ممكن اسحب 20 زيادة، بس يعني انا ماني داري ليه دحين متردد، وانا حرفيا فرمت لها تقريبا كل شيء، هذا اللي قاهرني. يعني انا تقريبا مفرم كل شيء، ليه دحين واقف؟ ايش بك يا هاني؟ هذه الشخصية على عيني وراسي ممكن تكون اقوى هيلر باللعبة، يس، وتشيل الديبافات، يس، مصيبتها هي انها ممكن تستخدم سكيل كل 2 او 3 ادوار، هذه مو يعني تكون مشكلة في بعض التيمز. غير كده مو مرة تفيد بليد من ناحية البفات، بس من ناحية الهيل حلو، ومن ناحية المونو كوانت مونو ويند معليش بيكون حلو برضو. يعني وبتطلع عالته يعني زي دان هانج بتكون كويسة معه، أكيد تعطي أتاك مرة عالي،
من ناحية سكيلات تشفط سكيلات، من ناحية انرجي ترفع علته عشان سكيل بوينتس حقته الخاصة ممكن تفيده. فيعني انا احس لو سحبت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تجيني، بس لو انبعصت والله ما ادري ايش اقول الصراحة. الحظ مرة مرة ما ادري اخر الايام مرة سيء. ف يلا بسم الله بسحب لها ان شاء الله تيجي، انا قررت ابغاها، بس لو ما جات ممكن اوقف. يلا بسم الله ان شاء الله تيجي، احنا على البيتين. يلا بسم الله ابى اشوفها بطلس ان شاء الله ان شاء الله تيجي. يا رب بسم الله. abundance please abundance please 50 بسم الله. الله يفجعك abundance please يا رب. هتيجي هتيجي هتيجي. اوكي الحمد لله الحمد لله. ورا الصدع رصد جبرد. يا الله يا الله دبل دبل يا الله. ديم ضمنت الشخصية اللي بعدها ما شاء الله. راسي صدع يا ليل. ده جبرد يا الله. اوكي انا ابغى جبرد الصراحة لو انبعصت بيها، بس جادي ما شاء الله جادي اقسم بالله احلى سحبة سحبتها في حياتي ما شاء الله. ديم يا عمنا ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيكم ما شاء الله. اوكي خلينا نكمل السلع، خلينا نشيك البيتي. فجأة صحيت من النوم، ها مقطع حيوصل 8 دقائق الحمد لله. يلا البيتي حقنا صفر والنعم والنعم والنعم. سحباتي كلها بتروح. يا رب نفوز يا رب نفوز بس. طيب هذه 10 ما همني الأمانة ولا شيء تاني، ابى سلاحها. يا رب يا رب كمون مين نبى السلاح. هذه 30 يا رب يا رب. 40 يا رب. يا ليل هارت بيتي ما عندي مشكلة بس أفوز. 75% مو معقولة. يلا يا رب. جاتني 50 شويتين ايرلي. يلا يا رب يا رب. يلا بسم الله يا رب يا رب. يا الله يلا يا رب يا رب يا رب. أبندنس شك تكفى. أبندنس أو سلاح جيبرد. أبندنس أبندنس أبندنس. أوكي الحمد لله الحمد لله خلاص. أوكي الحمد لله. سكيب سكيب سكيب. أوكي الحمد لله. وأزيدكم إيش يقولوا بالشعر البيت، بنجيب سلاح المحزم سلاح ال ال المحزم جيبرد جيبرد. يا الله يا ليل والله جيبرد انا متحمس له، بس ماني متحمس اني ابني صراحة. بس كشخصية يا اخي يضحك يا اخي قوي يا اخي قوي يا اخي. جيبرد يا اخي ديش بهتشيلد يا اخي. لا اوه ما اخذت السحبات اللي هنا شكرا كمان. يلا يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اوكي الحمد لله اللهم لك الحمد. والله سحبات جميلة اجل الحمد لله. جبنا سلاحها والله الحمد. وارتفكتاتها انا مجهزها الحمد لله. اتوقع اني فرمت لها الست الجديد ايوه معطي دان هانج بين اعطيها الست كامل. طيب المصيبة هي دحين انه ما شاء الله تبارك الله جاني مضمون، فانا ماني عارف ايش اسوي في البانر الجاي، لانه انا البانر الجاي يعني تنزل شخصية على اسمي هانية والناس يقولوا ما يصير ومدري ايش. بس جاني جيبرد يا اخي دحين صار عندي مضمون. يا الله يا ليل ما ادري اذا بسحب لي ارجنتيني قدام ولا لا الامانة، لانه جيبرد جاء وبعصى الدنيا يعني الصراحة. بس ما شاء الله يعني احلى بعصى يعني، بس فاهمين قصدي. الحين صرت خايف اسحب لهانيا للأمانة، شكله أرجنتيني قريب أعوذ بالله. والله ما أدري أنا ما أدري إذا بسحب بقرر بعدين، ما بخاطر والله. هونكاي يا جماعة بالنسبة لي مو زي جينشن، ما بجيب كل الشخصيات، وإذا الشخصية اللي على اسمي مضطر إني أسكبها حسكبها ما عندي مشكلة، ولا إنه يجي شخصية ما أبغى صراحة. سمية سمية ترجع ترجع وترجع مجانية إن شاء الله بعدين،
مو لازم هانية. يا كيوت يا أخي والله أنا مرة كيوت. والله كويس جاتنا الحمد لله. وجانا جبر ذا المحزب ما شاء الله. يا الله والله اني من مصدق باللي صار يا ليل. واذا انتم مهتمين بشحن الكريستالات، متجر تويكس ارخص متجر في السوق يوفر لكم شحن لعبه جنجن امباكت وهونكاي ستار ريل. لا تنسوا تشيكوا عليهم، تستخدموا كود خصم هاني عشان تجيكم خصومات. طبعا غير كذا فتحنا خاصيه الانتساب، خاصيه الانتساب غير اجباريه، واللي حاب يدعمني اكثر يمدي ينتسب. وعندكم اربع فئات للمنتسبين. شكرا لكل اللي تاخذوا خطوه المنتسبين الزياده باي فئه، ما تدروا قد كيف انتم تساعدوني من ناحيه جوده القناه. الله يسعدكم يا رب، والله لا يحرمني منكم. شكرا لكل المنتسبين. على طاري انا ما نهيت المقطع عموما. الحمد لله جبنا اللايت كون، جبنا هي لفلناها 90، طورنا ارتفكتاتها، بشتغل على التريسز. ماني متاكد اذا بنزل عنها شوكيس للامانه، بس عموما قولوا لي اذا تبوا شوكيس. يعطيكم العافيه جميعا المشاهده، شكرا على خير ان شاء الله في اقرب وقت. يا جماعه كان معكم اخوكم هاني، وفي امان الله يا جماعه.